هيجيبوا مدرب الأهلي السابق وقدموا له عرض ما يطرفتش. مفاجأة من العيار التقيل في ملف مدرب نادي الزمالك القادم بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو. يا ترى إيه الحكاية؟ تطورات جديدة في ملف مدرب نادي الزمالك الجديد، ورغم إن الإدارة نفت إنها ناقشت ملف المدرب الجديد للقلعة البيضاء بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو، لكن المفاجأة كانت في إعلان شوبير عن اسم المدرب الجديد اللي بيسعى الزمالك للتعاقد معاه. مش بس كده، لكن كمان بحسب شوبير فنادي الزمالك قدم عرض كويس جدا للمدرب واستغل الخلافات والأزمات الحالية ليه مع منتخب نيجيريا، أيوة المدرب جوزيه بيسيرو اللي سبق ودرب النادي الأهلي لكن فترته ما حققتش النجاح المطلوب. شوبير قال في تصريحاته عن المدرب القادم لميت عقبة إن الزمالك يتجه نحو التعاقد مع جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا الذي سبق له تدريب الأهلي في فترة سابقة. شوبير قال كمان إن بيسيرو بيواجه مشاكل في الاتحاد النيجيري والزمالك قدم عرض جيد ليه، لكن بحسب المصادر في نادي الزمالك فقالت إن لحد دلوقتي ما تمش الاستقرار على اسم المدرب الجديد، وفي أكتر من اسم مطروح سواء من المدربين خارج مصر أو المدربين المحليين، وإن الزمالك في الفترة دي عاوز يحل الأول مشكلة القيد، واللي هيقود الفترة دي هو معتمد جمال خصوصا بعد النجاح اللي حققه في مباراة بيراميدز. وقال كمان إن الإدارة مجرد ما تنتهي من أزمة القيد وجلب الصفقات الجديدة للفريق هيتم التفكير في المدير الفني اللي هيكون بديل لأوسوريو في ميت عقبة. الساعات اللي فاتت شهدت كمان تصريحات مثيرة من الإعلامي مهيب عبد الهادي اللي كشف مفاجأة غير متوقعة عن ملف المدرب. مهيب قال إن المدير الفني الحالي والمقبل لنادي الزمالك معتمد جمال، معتمد هيستمر في قيادة الزمالك مبدئيا حتى يناير المقبل. مهيب قال إن الأسماء اللي كانت مرشحة لتدريب الزمالك كان شوقي غريب وطارق مصطفى وأحمد عبد الرؤوف وعبد الحميد بسيوني وأيمن الرمادي ومعتمد جمال، ولما قارن مسؤول الزمالك المدربين المرشحين بمعتمد اختاروا معتمد لأنه تواجد في موقف صعب جدا وأدار الفريق في مباراة بيراميدز رغم النقص العددي اللي كان بيعاني منه الفريق. كمان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أحمد سالم كشف مفاجأة عن تفكير الإدارة في التعاقد مع مدير فني أجنبي الفترة اللي جاية، وقال في تصريحاته إن نادي الزمالك استقر على استمرار معتمد جمال المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وده بعد تأكيدات من جانب مجلس إدارة النادي بدعمه في قيادة الفريق بعد المستوى اللي ظهر بيه الفريق مؤخرا. وقال كمان أحمد سالم في مفاجأة صادمة للجماهير لا يوجد أي تفكير في الوقت الحالي في مدرب أجنبي بشكل نهائي، ومعتمد جمال مستمر مع النادي خلال الفترة المقبلة، ولدينا تركيز في الوقت الحالي على عدد من الملفات نرغب في حلها. لكن مع تصريحات أحمد شوبير وطرح اسم بيسيرو، هل هيفاجئ الزمالك الكل بالتعاقد مع مدرب أجنبي؟ وهل فعلا مدرب الأهلي السابق ممكن يتولى تدريب نادي الزمالك؟ خلونا نشوف.